ما هو الإسلام؟ عربت الإسلام ليش؟ الإسلام هو الاستسلام، أن تسلم وتفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. نوكو فكيزما وكبر وقهرني معنا وقوكو كتوحيد الشتوت. يعني المسلم لا يمكن أن يقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات. مسلم تسلم. Ati umwisilamu ntagomba kuvuga ngo kubera iki kuri subuhi dusarira kabiri kuri zuhuri tugasara enye. Umwisilamu agomba kubyemera gutyo nk'uko byaje ukava ku izi. Muslim la yaqul limadha naqul fil fatiha fi salati al fajr jahra wa fi al dhuhr sirra. Umwisilamu ntagomba kubaza ngo kubera iki muri salati al fajr dusari tuvuga idusohora ijwi kuri zuhuri tugasara bucece. Ntabwo umwisilamu agomba kubaza ibintu nk'ibi. مسلم يعبد الله ولا يعبد غير الله. وإسلام أبو بكر بانا أكيد أبو سعيد كيف جدريما. والانقياد مسلم لابد يعمل بالشرع ليعمل بالإسلام. وإسلام أبو بكر كجدك ما تجيء يا إسلام. يعني أنت مسلم إذا أذن المؤذن لابد تصلي. عربت نبرو مسلم يوم توي أذان أبو بكر زبسان. جاء رمضان تصوم. في رمضان يا جاء أبو بكر سير. والمسلم لابد أن يتميز عن الكفار، لا يكون مثل الكفار. أبو إسلام أبو بكر يقول أتمزن أنهم مرتروا بإسلام. هل اليهود مثل النصراني؟ أبو يهود أتمزن أبو نصراني؟ لا. في فرق صحيح؟ إذن لابد أن المسلم لا يكون مثل اليهود مثل النصراني. أبو إسلام أبو بكر يقول ماذا أتسنى وأبوس؟ لكن لا يعني هذا أن نضرب الكفار نقتلهم. إذا مسلم يوحد الله يعمل بالشريعة لابد يظهر عليه الإسلام.